بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: إذا أردت أن أصلي صلاة الوتر أو أصلي صلاة الضحى، هل أؤذن وأقيم الصلاة أم أكتفي بالإقامة أم أصلي؟ صلاة الوتر وصلاة الضحى نوافل، النوافل لا يؤذن لها ولا يقام لها، هذا في الفرائض. الأذان والإقامة خاصان بالفرائض، أما النوافل فلا يؤذن لها ولا يقام لها، إلا ما ورد أن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، أما غيرها فلا ينادى لها.